في التحليلية: توقيف العريض واستدعاء الغنوشي على خلفية ملف التسفير في تونس، أي تداعيات للخطوة؟ استئناف الحراك السياسي في العراق والإطار التنسيقي متمسك بالسودان لرئاسة الحكومة، هل من أفق للحل؟ استغلال خارجي لقضية وفاة الإيرانية أميني، أجهزة استخبارات استغلت الحادثة للتحريض، ما حقيقة ما حصل؟ وفي قضية اليوم، استفتاء دانييتسك ولوغانسك وخيرسون للانضمام إلى روسيا، خطوة تمنح موسكو حق الدفاع عن أراض روسية، ماذا سيتغير في الميدان؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القدس الشريف.